المهمة الأولى والأخير تبديع العاملين وتبديع الدعاة وخاصة المشهورين من الدين، إيقاع الفرقة بين المسلمين، تقديس ولاة الأمور القديم مثل القذافي بن علي في ليبيا، كان الشباب يأتون ويقولوا لي عندنا فرقة اسمها المداخل الجامية، هم يعرفون بالمداخل وعندنا فرقة الجامية، المهم عندنا فرقة اسمها المداخل اسمها مداخل تقول إن الذي فعلتموه ببشار يعني بابن علي والقذافي حرام شرعا لا يجوز. قلت لي ما يا إخوة؟ قال لأن الأولياء أمور شرعيون. قلت إن الذي يقول إن ابن علي والقذافي ولي أمر شرعي هذا لا يفهم الإسلام، هذا لا يعرف دين الإسلام، وهو عندي بين رجلين، إما جاهل مغفل لا يدري ما يقول أو أنه مدفوع دفعا ليقول هذا الكلام. ابن علي